old males with upper abdominal pain. And this is a CT scan, هذه native and contrast. دكتورة نور، نور علي. نعم أستاذ، نعم أستاذ، السلام عليكم. يلا بنت، هلا. حتى تعلقين على الكيس بقى. أوكي، خلاص. اوكي استاذ، سي تي سكان اكزيال، طب الله سيلكتد اكزيال ايمجز نيتيف اند كونتراست انهانس سي تي، ذير از مالتيبل سيستيك هابودينس سيستيك ليجنز انسايد ذا ليفر ديفيوزلي. يعني سيستيك، انت سيستيك اعتمدتي على يعني دنسيتومتري؟ لا ماكو انهانسمنت، يعني هايبودينس وذ يعني without contrast and with contrast اثنيناتهم. انا تدري احنا من نقول سيستيك بنتي لازم احنا قايسين شو اسمه ايش قد يكون الهانس فيلد يونت مالت السيست، اقل 20 مو صحيح؟ احنا ما قايسين، ما قايسين، نقول هايبودينس يكون افضل. هايبودينس ليجنز انسايد ذا ليفر وذ diffusely involved the liver and يعني it seems يعني different sizes. Also there is the native CT scan يعني hyper dense areas inside some of these cystic spaces or hypodense areas. This is also the in the periphery of the liver linear dense linear يعني orientation hypo density areas seems to be dilatations of the intrahepatic biliary radicals. مالي يعني related لل biliary system، هاي cystic biliary system يعني distribution. خلينا نقول follow the intrahepatic biliary tree. صحيح، you are right. very same. okay. دكتورة سعدي للفوق، يعني أزم دايليتد كأنما ذا واحد هذه وكأنما دايليتد بالليرد كوز والديفرنت يعني most likely central ويعني more than يعني more dilatation the central part of the liver يعني also the hyperdense areas inside this dilatation of biliary radicals واضحة موجودة بالنيتف. صحيح، اللي هي شو تمثل؟ تمثل انترا هيباتوليتياسيس انترا هيباتيك ستونز بالبيليريتيكلز. يس، اكو سم اوف ذيس دايليتيشنز شو سنترال يعني سنترال دوت ساين اللي هي صحيح اللي تمثل انهانسمنت اوف بورتال راديكلز اللي موجوده انسايد ذيس دايليتيشن اللي هي الجسد. نعم اللي هي انجسنت يعني بالضبط. اي يعني هي البيكتشر موست لايكلي جوز وذ كارولي ديزيز. كارولي ديزيز. وذ كومبليكيتد باي هيباتوليثياسيس. صحيح. لانه هذا سبوت يعني. الاكسترا هيباتيك بيلي ريدكت نورمال نوت دايليكت. صح. انزلي لي جوا الوداد. طلعي لنا البورت هيباتيس اند بيلي. اوسا استاذ اني دا لاحظ الرايت كدني الليفت كدني. اكو اكو هايبر بالنيتيف اكو هايبر دنس ارياز بالكدني بالمندولاري بارت اوف ذا رايت اوف ذا ليفت كدني وكذلك تو ديزر اكستند الرايت كدني. ذس بيكتشر جوز مندولاري سبونج كدني اللي هي اصلا عندها اسوشيشن ويا ذس سيندروم وذس ديزيز كارولي ديزيز. فهذا يعزز لنا الدايجنوسيس مالتنا. شنو الكاروليز ديزيز دكتوره؟ كورال ديزيز هي تطلع تتبع المالفورميشنز اللي هي صحول دكتور بليت مالفورميشن او اسمها الثاني هي فايبروبوليسيستيك ليفر ديزيز اللي عندها سبيكترم واسع من ضمنه هو الكورالي ديزيز.
كولر ديزيز استاذ نعتبره يعني كولر سيندروم اذا كان اسوشيتد وذ هيباتيك فايبروسيس. انا ما ادري اشوف ساينز اوف هيباتيك فايبروسيس او ليفر سيروسيس او ممكن عنده اسوشيشن ويا كذلك اذر مال فورميشنز بالدكتور مال فورميشن ظهري بالياري هيمارتوما. لا ما عندنا بس مجرد الكولر ديزيز ما عندي فايبروسيس. وهذه الرينال اسوشيشن يس هي الميدولر سبونج كدني او ممكن نشوف الاوتوسومال ريسيسيف ولا كدني ديزيز ممكن اسوشيشن وياها اللي هي اكثر شيء اسوشيتد ويا السندروم مو الكالوري ديزيز باي اتسيل. زين وهذه يصير يونيلاترال عاده؟ لا بايلاترال هو بايلاترال بايلاترال بس هي اكثر شيء ليفت تلزر اكستند رايت موجوده حتى بالرايت ستوب الرايت يعني اوضح بالليفت صحيح اذا بايلاترال بس مور اون ذا ليفت سايد. زين بعد اكو اذر جي اي اسوشيشن للكاروليز ديزيز اكو كومليكيشن اوف كولوري ديزيز اي مثل ايش اللي احد اللي اذا كان سمبل هي الهيباتوليتياسيس هاي اللي نشوفها ممكن كومليكيتد باي ابسس او كولانجايتس نتيجه ستيسيس يصير بالبايل فيصير عندنا الانفكشن والجسم ممكن كومليكيتد باي المالجنسي اذا كان مثل كولانجيو كارسينوما هم ادها ما تتوقعين اكو كولانجايتس همينا وياها هاي او نقدر استاذ انا ما اشوف انهانسمنت يعني هو الكولانجايتس يصير انهانسمنت بالوال مال هايدريتيشن مال بالريديكلز يصير بيها بس ما اشوف انهانسمنت بالوال مالتها بالكونتراست. جينيال الموداليتي اللي فاليبل كلش بالكولانجايتس السي تي لو الام ار تتوقعين؟ سي تي وذ كونتراست وذ كونتراست اللي هو از بيتر دان الام ار اعتقد يعني هي ايكوالي افكتيف ايكوالي. الرول مال الالتراساوند بالكولانجايتس شنو اذا كومبليكيشن كولانجايتس اذا كومبليكيتد باي كولانجايتس راح نشوف ثيكنس بالوول اضافه لنشوف تربيديتي يعني البايل نشوفها يعني تربيد ابييرنس سهل انفكتد بايل ما راح نشوفها كلير يعني استاذ ما تزداد الايكوجينيسيتي مال الوول يس يس تربيد ابييرنس اي ثيكنس وانكريز ايكوجينيسيتي يس صحيح. شكرا دكتوره نور عاشت ايدك نروح على الدكتورة وداد. نعم أستاذ. نعم. على الكيس وبعدين نروح على التوبيك. الكيس هو patient 50 years طبعا هو first time يعني not diagnosed before. Not diagnosed before. إجا upper abdominal pain. مسوي ultrasound بس الultrasound non conclusive كاتبها hydatic cyst الultrasound. فأبو جي آي تي هو يعني إجا أبو جي آي تي إحنا ما شفنا البيشنت إجا جابه هو أصلا ما فاحص بمستشفى الصدر فاحص another center يعني تي كيس ريفيو وليس إنه كيس إنه فحصناها فهي دايليتد أكو دايليتد سيستيك دايليتد بالإنتراهيباتيك بلياري تري with stone formation and normal extra hepatic duct وشفنا هذه الاسوشيشن وياها اللي هي ممكن انه تكون بدايه مات نفرو كالسينوسيس. تسمعوني استاذ؟ بالي واضح واضح. نعم استاذ فعندنا توك اباوت هذا ابو اللي كاتب هاي داتد يعني شنو مالتيبل هاي داتد كاتب هاي داتد وذ كالسيفيكيشن. انا ما شفت استاذ التقرير بس السينيور الموجود قال لي تعال شوف هذا الكيس وشوف هسه اقول لك ايش كاتب فيها هم اصلا بالالتراساوند. انت ما شفتيها بالالتراساوند؟ لا قلت لك استاذ هو السينيور كان موجود يعني ابو الجي اي تي اجى طبيب الجي اي تي موجود كان موجود والاستاذ مالتنا كان موجود. نعم نروح على التوك هسه ستوب شير استاذ ونروح على التوك. اي ف this is a case of a coronary disease الفايندينج اللي بالهذا انه diffuse cystic dilatation of intrahepatic biliary artery containing multiple hyperdense stones. ما طلع شيء عندنا. العفو سويتي له شير لا العفو استاذ انا هسه اسوي له شير تسوي شير بابا للتوك اسف استاذ. نعم
share. تمام استاذ؟ تمام تمام اوكي اوكي. اي في this case of the coronary disease قلنا الفايندنج اللي موجوده بها هي diffuse cystic dilatation of intrahepatic biliary tree containing multiple hyperdense stone normal extrahepatic and by definition the coronary disease congenital non-obstructed dilated of intrahepatic bile duct. Coronary disease and Coronary syndrome are congenital disorder compressing of multifocal cystic dilated of the segmental intrahepatic comprising, bile. Comprising. Comprising of multifocal cystic dilatation of the segmental intrahepatic bile duct. Coronary disease is limited to the dilatation of the larger intrahepatic bile duct, whereas Coronary syndrome describes the combination of the small bile duct dilatation and congenital hepatic fibrosis. However, some series show that extrahepatic duct involvement maybe exists. According to the Todania classification, this is a type 5. Type 1 here, focal extrahepatic. Type 2 and 3, who will a rare type in the high diverticulum, and this is intra duodenum part of the extra of the CBD dilated. And type 4, second most common, A or B. A here, extra, diffuse extra and extended to the intra. And if only extra here, type 4, B, A or B, adna type 4. And type 5 here, coronary disease. Coronary disease and coronary syndrome are rare autosomal recessive disorder with a slight female predilection. Clinical presentation in childhood or young adulthood, coronary disease present with a right upper quadrant vein, recurrent cholelithiasis and cholangitis with a fever and jaundice. Coronary syndrome present with these previous symptoms along with a sign of the portal hypertension, including hematemesis and venina secondary to the bleeding varices. By imaging, the first image, well, ultrasound is often first imaging, ideal for suggest diagnosis, follow-up and intervention. Confirmatory by ERCP, MRCP, and will PTC ensure for relation malatorial biliary duct and CT and MRI to detect development of cholangiocarcinoma, a risk malata 10%. Advantage of MRCP over ERCP include MRCP have ability to see extraluminal finding. MRCP can visualize excluded obstructed duct. MRCP is non-invasive. While this advantage of MRCP compared to ERCP, MRCP don't allow for concurrent therapeutic intervention. MRCP not actively distended the biliary duct system with a contrast, and MRCP have worse spatial resolution compared to the ERCP. Imaging. بالإيميجينج سواء ألتراساوند سي تي أم آر آي الفايندينج اللي راح نلقاها بالكارولي ديزيز هي دايليتد بلياري إتري فوكال سيجمنتال أور ديفيوز لارج مولتي لوكيليتد سيستيك ليجن كوميونيكيتد وذ ذا ريست أوف ذا بلياري. هي يعني المهمة اللي مرات إنه نشوفها بالأم آر سي بي ممكن من متبين بالستدي إنه نشوف الكوميونيكيتد وذ ذا ريست أوف ذا بلياري تري أند ذا سيم أبييرانس أز أبايل هايبر إنتنسيتي أون أم آر سي بي. Central dot sign, this is specific for coronary disease. And show normal diameter portal radical take contrast and color surrounding by dilated bile duct, no enhancement, no color. This is called central dot sign. Central dot sign with CT, and show for enhancement. وبالألتراساوند نشوفها ويا الكولر دوبلر وهذا بالجروس سبيسمنت. And this is my case انه هذه central dot sign dilated of the biliary tree and the portal radical. Portal radical يبقى ياخذ enhancement هنا هذا dilated not enhancement فيصير هذا central dot sign. And or intraductal septum ممكن نشوف and or distended gallbladder and CBD. About complication of the coronary disease, intraductal sludge or calculi in 95% of the cases. هنا هذه بالMRCP and بالCT إنه intraductal stone and this is in our case stone formation in the dilated biliary artery. MRI and MRCP. About other complication here, cholangitis. Cholangitis ممكن نشوفها مثل ما حضرتك قلت إنه thickness بالwall. Thickened wall or irregular بالcontour or infected bile يعني شوفها بس heterogeneous البايل صاير and cholangitic abscess ممكن abscess formation and the most important complication here cholangiocarcinoma about 10% انهم شوفت enhancing mass with delayed washing.
Other associate other association here medullary sponge kidney in 80% of the cases ممكن نلقى medullary sponge medullary nephrocalcinosis ectopic renal tubules with calculi and this is a native من our case انه باديه انه اكو فد nephrocalcinosis ممكن هنا تكون هي هاي association with this disease. Also polycystic kidney in 80% of the cases and hepatic fibrosis. من يصير عندنا hepatic fibrosis صار عندنا Caroly syndrome. فالCaroly syndrome هي Caroly disease with congenital hepatic fibrosis due to ductal plate malformation affected both small and large intrahepatic bile duct resulting in cystic and fibrotic changes in the liver and kidneys. هنا عندنا dysmorphic liver, a large and abnormal branching of the hepatic arteries, dilated splenic and portal veins, left lobe sire and hypertrophy, يعني نقول redistributed of the liver sire, left lobe hypertrophy and right lobe atrophy, scarred and atrophic kidney. هنا أنا كيس يعني من النت إنه أكو في dilated intrahepatic biliary tree by central dot sign وهنا هنا نويا اكو سبلينوميغالي وكولاترالز ف this is case انه coronary disease وصاير عنده portal hypertension and cirrhotic changes. Important انه اكو secular dilated يختلف عن fusiform dilated. هسه من ناخذ differential diagnosis اكو ممكن انه نلقى intrahepatic بس مو هيجي secular dilated. هذه secular dilated specific المن للcaroly disease. فsecular intrahepatic duct dilatation with a normal size cholecystocyte in the caroly disease and this is MRI T2 weighted axial MRI caroly disease showing cystic dilatation of the bile duct as shown as a white. بالdifferential diagnosis important انه نفرق this is obstructed or non-obstructed. لان اذا obstructed مهم انه نشوف الجول بلادر ممكن انه ستون يعني اكو فد obstructed cause وستون وسكندري الها صاير intrahepatic biliary dilatation. ممكن structure بالstructure نروح للنيوبلازم ممكن كولونجيا كارسينوما جول بلادر ادينوكارسينوما بنكرياتيك ادينوكارسينوما ميتاستاسيس بوست انفلاماتوري بنكرياتيتس post radiation or chemotherapy, inflammatory AIDS, cholangiopathy, biliary parasites, primary sclerosing cholangitis. Non-obstructed cause هي ممكن caroly disease, cholecystocyte cyst إذا كانت extrahepatic, recurrent biogenic cholangitis, primary sclerosing cholangitis. About differential diagnosis, ممكن polycystic liver disease, بس هنا السيست طبعا ماكو communicated وياها with the biliary tree and rarely no associated with biliary duct dilatation, rarely communicate with the biliary duct. Biliary cyst, cholecystocyte cyst, biliary hamartoma, maybe cystic primary sclerosing cholangitis. هنا primary sclerosing cholangitis يكون fusiform و isolated, يعني مثل ما نلقاها diffuse, الموست كومن انه isolated. Fusiform associated with inflammatory bowel disease in 70% of the Caucasian patient. Recurrent biogenic cholangitis. Recurrent biogenic cholangitis both present with sepsis and biliary dilatation. Secular versus fusiform dilatation favor caroly disease. Obstructed biliary dilatation اللي قلناها قبل يعني فترة يعني ممكن انه هي تكون obstructed cause فيصير عندها differential diagnosis يختلف. This case of recurrent biogenic cholangitis يعني هسه احنا هم نشوف اكو dilatation بالانتراهيباتيك واكو حتى stone formation بادي صايره بيها. This is a case of recurrent biogenic cholangitis of the left lobe with intrahepatic stones. Other case هو primary sclerosing cholangitis. Primary sclerosing cholangitis بس بادي يعني مرحلة السيروسيس بحيث انه الكوديت لوب هايبرتروفي and evidence of the يعني dilated biliary tree. About the treatment, إذا localized ممكن نسويها lobectomy and segmentectomy. Diffuse يقول oral bile salt decompressed of the biliary tract, external drainage or biliary enteric anastomosis, liver transplant. وهو البيشنت يعني أنا سألت الأخصائي قال يعني هو symptomatic treatment wait and see. يعني if يعني بدأ liver cirrhosis يعني liver transplant. This is about the reference and thank you.